السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض الكيكة اليومية بطريقة سهلة جدا وخفيفة. هي كيكة وبحط لها برضو كوباية دقيق ذرة، كوباية واحدة بس، بتبقى كيكة يومية بدقيق الذرة ومع دقيق الايه الزيرو. حطيت بيضتين، حطيت معايا بشر برتقال معلقة، حطيت معلقة خل، كله في الخلاط مرة واحدة، كوباية سكر، كوباية كبيرة سكر، كوباية لربع زيت، كوباية عصير برتقال، حطيت كله على بعضه في الخلاط. مش هعمل كيكة اليومية في الخلاط، بس حطيت لها كوباية دقيق ذرة، بتخلي طعمها جميل قوي. بتحب تحطيه تحطيها، بتحب ما تحطهاش مش مشكلة. كوباية الدقيق ذرة، احنا بنحط كوبايتين ونص دقيق ذرة عادي اللي يعجبك بقى، يعني لو كيكة عادية حطي كوبايتين ونص دقيق وبس. عايزه تحب تحط لها كوبايه دقيق ذره وتبقى زي البسيسه كده، كوبايه دقيق ذره معاها هتبقى حلوه برضو. كله في الخلاط، هنضرب لمده ايه 5 دقايق بالظبط، 5 دقايق ضرب، تقفلي مره وتفتحي مره، تقفلي شويه وتفتحي. خلاص كده عملنا ايه، البيض مع العصير البرتقال مع الزيت مع السكر مع بشر البرتقال بيديها ريحه وطعم جميل قوي. خلاص خلصنا، دي كوباية دقيق الذرة، دي كوباية دقيق الذرة انا نخلتها مرة وطلعت، لو فيها حاجة بسيطة كده بتطلعي. حطيت كوباية دقيق الذرة وابدأ اقلب زي ما انت شايفة كده، سهلة جدا، في 5 دقايق هتعملي الكيكة وهشة وجميلة وهتعجبك اوي. اقلبها بالمضرب، بقلب بالمضرب كده معايا، ضيع كوباية الدقيق الذرة مع الخليط، وبعدين هبدأ احط الدقيق الزيرو بقى اللي معايا كوباية ونص. طريقة سهلة اوي الكيكة اليومية، هتعمليها كيس بيكنج باودر شيف. كيك البيكنج باودر شيف بيبقى فيه مادة ايه زي المحسن، يعني هي فيها المحسن منها فيها، مش هتحتاج تحطي. وحطيت ربع معلقة ملح، ربع معلقة ملح، قلبت خلاص البيكنج باودر مع الخليط مع كوباية دقيق الذرة. هبدأ انخل بقى كوباية دقيق اهو زي ما انت شايفة كده، نخلت كوباية وهحط نص كمان، بس اقلب ايه واحدة واحدة كده، اقلب كوباية الدقيق دي وبعدين هحط النص. طلع الكيكة هشة وخفيفة وجميلة، وريحة بشر البرتقال مديها ريحة في منتهى الجمال. وكوباية عصير برتقال حبيتي تحطيها حطيها، حبيتيش تحطيها حطي كوباية لبن بدلها زي ما انت عايزة. لو ما عندكيش عصير برتقال حطي كوباية لبن. بشر البرتقال هو اللي بيدي ريحة ما شاء الله عليه. حطيت كوباية، هحط نص كمان اهو زي ما انت شايفة، نص كوباية كمان وهقلب برضو. انا كده حطيت كوباية دقيق ذرة وكوباية ونص دقيق زيرو، حطيت 3 بيضات، حطيت معلقة بشر برتقال، حطيت معلقة خل، كوباية سكر، وكوباية الا ربع زيت. احلى بسيسة هتكليها، احلى كيكة يومية. تشيلي كوباية دقيق ذرة حطي كوبايتين ونص دقيق عادي، هتبقى كيكة يومية عادية في الخلاط بطريقة سهلة في الخلاط، كل المقادير مع بعضها، مش هتعبك في اي حاجة. هتعمليها في 5 دقايق بالظبط، تحطيها في الفرن، لو حتى ولادك رايحين المدرسه الصبح تعمليها وهياكلوها قبل ما يمشوا، مش هتاخد معاكي في حطيتها في صينيه الومنيوم. انا بحب السوا في الصواني الالومنيوم، انا عندي البايركس وعندي التيفال، بس دي احلى حاجه للالومنيوم. الكيكه بعد ما طلعت بنعملها على 180 درجه، 180 درجه، ويعني بلاش تعليها قوي، يعني خليها 180، بيبقى التسويه بتاعتها بتقعد بالظبط نص ساعه الا 5 دقايق، نص ساعه الا 5 دقايق، بتطلع زي الفل زي ما انت شايفاها كده. احلى كيكه هتاكليها وبالف هنا والشفا، خفيفه وهشه وطريه وجميله، والسوا بتاعها جميل. بالف هنا والشفا كل اللي شافها حبايبي، وكل اللي هيعملها بالف هنا والشفا. تنسوش اللايك، اللايك بيعلي الفيديو حبايب قلبي. ربنا يبارك فيكم، وكل اللي بيتابعني وكل اللي دخل العرض بتاعي وشافه او شاف الفيديو بتاعي، جزاكم الله كل خير مع مطبخ هالة الشريف. ان شاء الله يعجبكم وصفاتنا، طريقة سهلة جدا وخفيفة جدا وطعم جميل جميل جميل. احلى كيكة يومية هتاكليها في الخلاط بالبرتقال وبدقيق الذره، لكن انت عايزه تشيل البرتقال وتعمليها بالدقيق العادي واللبن، هي نفس المقادير.
بطعم في منتهى الجمال وهشه جدا وفي منتهى الجمال. في رعايه الله حبايب قلبي، ومتنسوش اللايك 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 يا حبايب قلبي. باي 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 باي.